تمريرة خاطئة والكرة إلى خارج الملعب. دانييل ألفيس، أنخيل دي ماريا، جميلة الكرة البنية من دي ماريا، كافانيو فرصة خطيرة. يا سلام على حارس المرمى، الله على الكرة، شوف ردة الفعل، شوف الرياكشن من مسافة قريبة، برافو. تنفذ الركنية من دي ماريا في 18، رأسية جميلة لكن الكرة بتعدي، كرة من فوق العارضة، كانت تحتاج بس ينزلها شوي، كان ممكن تحرك الشباك. يتعرض لضغط كبير. يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. ليمار. ماركو فيراتي. كرة تلعب بدون تركيز والكرة بتتخلص. انطلاقة للأمام من باريس سان جيرمان. أخبار رسمية الآن تفيد بأن بولوتشي انتقل إلى صفوف العريق ميلان قادما من أولمبياكوس. الأندية بشكل عام تستغل هذه الفترة لتدعيم صفوفها بصفقات مميزة تضيف لها على المستوى الكروي. كيليان مبابي. الحكم يحتسب تسلل على اللاعب المتقدم، حقيقة انه كان واضح على نفس خط الدفاع، راح نشوف اللقطة ونشوف الإعادة. نيمار. ضغط عالي في المقدمة، شوف استعادة الكرة. كيليان مبابي. وينطلق بالكرة في الأمام. مبابي بيرسلها. كرة تصطدم في الدفاع، تخرج إلى ضربة ركنية. ضاعت الكرة وضاعت الهجمة. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف. كيليان مبابي عنده فرصة التمرير. كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. ممتاز المرور، بيعدي بيتخلص من الرقابة. بمبدأ الأمان المدافع بيخلص الكرة إلى التماس. المدرب الآن يدخل لاعبين في نفس التوقيت. يا سلام على الهروب، شوف التشيك أوت في اللقطة الماضية. تبعد الكرة من أماكن الخطورة. بيمرر الكرة براسه. هناك يلعب بشكل جيد على الجناح. عرضية تصل في وسط منطقة الجزاء. أدريان رابيو. ماركو فيراتي. جاء الفريق صاحب الأرض في الدوري الفرنسي الممتاز كونفروما ليغا تظهر أمامكم الآن على الشاشة. كفاني، كرة مع الخطير نيمار، فرصة هدف الآن. هاتريك من الرائع نيمار، برازيلي بألوان السامبا، يسجل بأصعب الوضعيات وبأجمل الطرق وفي أحلى الأماكن، فعلها نيمار من جديد. مباراة غير عادية، للمرة الثالثة يضرب بعد ضربة أولى وضربة ثانية، القاضية هي الهاتريك لهذا البطل. سعادة كبيرة على وجه المدرب اللي يشاهد الآن اللاعبين يسيطرون على مجريات المباراة بالطول والعرض. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية، لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة. بمبدأ الأمان المدافع بيخلص الكرة إلى رمية تماس. توماس مونيه. كرة رأسية وصلت سهلة لحارس المرمى. الضيف القادمة في الدوري الفرنسي نيمار يسدد من بعيد.
حلوة الكرة من بعيد، الله على الكرة، تخطئ الشباك بسنتيمترات قليلة. تغيير يقوم بباريس سان جيرمان. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم، يضرب الآن. كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. البي اس جي يهاجم الآن. كرة بتتخلص قبل ما توصل دي ماريا. تصل بتمريرة رأسية. حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. تمريرة رأسية. جابرييل سيديبي. رمية تماس للبي اس جي. نيمار. انطلاقة للأمام من باريس سان جيرمان. بيلعب لكرة. الكل متوقع انها هدف، لكن حكم الراية احتسب تسلل. كل ما لديه الآن. المدرب يقرر تغييره، حالة من الرضا عن أدائه ومستواه في مباراة اليوم وعن ما قدمه في أرضية الملعب. إيدينسون كافاني. فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام. تدخل اللاعب يفقد الكرة. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. توقع جيد في قطع الكرة. تسديدة يا رب. رمية تماس لباريس سان جيرمان. نيمار لم يبعدها بالشكل المطلوب. عند فرصة التمرير. كرة عرضية بتجي، ضربة رأسية بتعدي، بتمر الكرة في المرمى. الله على هذه الكرة. شوف اللقطة، شوف الإعادة، ضربة رأسية رائعة بشكل ممتاز، خدعت حارس المرمى. هذه إعادة للهدف من زاوية أخرى. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم، واضح أن المباراة تنتهي. يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي. يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. انطلاقة بالكرة نحو الأمام. تيليمانس. توماس ليمار. عمل جيد في قطع الكرة. نيمار بيرسل الكرة. الله على هذا التصدي. توماس ليمار. فرصة والكرة في وضعية. كرة بتصل بتعدي من الخط الخلفي. ماركو فيراتي. فرصة تنتهي والكرة مع الفريق الخصم. واللاعب يشوت. الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة. رمية تماس للبي اس جي. يضرب الآن. الفريق الباريسي يسجل.
شاهدوا الهدف من جديد في هذه الإعادة. أرضية مثالية في الجانب الأيسر. الله على النهاية، وضع الكرة في الشباك بهذه الصورة. الله على العرضية، يا سلام على وضع الكرة في الشباك. أرسلها بقدمه، شوف المتابعة، شوف الكرة صعبة جدا على الحارس. المباراة حسمت بالفعل، لم يعد علينا أن ننتظر صفرة نهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر. الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا. البي اس جي يهاجم الآن، افتكاك ممتاز في 18. شفت مركز اللاعبين استعدادا للضربة الركنية. الشباك، هدف يأتي في هذا التوقيت. اللاعب البديل يثبت بأنه قادر على تغيير مجريات المباراة. هدف يحسب للمدرب. نشاهد الإعادة بالطريقة التي جاء من خلالها هذا الهدف. هنا الإعادة، شوف قيمة التمركز أثناء لعب الركنية. رأسية ممتازة مباشرة في المرمى. هدف التقدم يرفع من معنويات هذا المدرب، ويجعل أيضا في سعادة كبيرة جدا. لحظات أخيرة نشاهدها، النتيجة من الصعب بل من المستحيل أن تتغير في هذا التوقيت. ماركو فيراتي، إيدينسون كافاني، كرة بتضيع، نقلة كانت خاطئة في تمرير الكرة. 4 دقائق هو الوقت المضاف لهذه المباراة. برافو، تدخل من المدافع، شوف التغطية، يقطع الكرة قبل ما تشكل خطورة. توماس ليمار، تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم. العرضية في وسط المنطقة. كافاني بيلعب لك كرة بينية مع نيمار. صارت صعبة، صارت خطرة، فرصة ممكن يجرب، ممكن يسجل. مستحيل اللعبة، مستحيل اللقطة. الله على الكرة، على النهاية. أوه، على هذا الهدف. متعني متعني متعني، دقة كبيرة يضع الكرة في المرمى. هذه التصويبات، هذه الكرات الصعبة على الحراس. هدف مع نهاية المباراة تقريبا، هدف جاء ضد منافس كان قد خسر المباراة بالفعل. مباراة كانت من طرف واحد، والنتيجة توضح هذا تماما. أعتقد أن الوقت قد فات. بعد 90 دقيقة لعب نصل إلى نهاية اللقاء. بالنسبة لأداء البرازيلي نيمار في هذه المباراة، قدم مباراة خيالية، سجل بكل الطرق وكل الفرص التي أتيحت له. رجل الفوز ورجل المباراة في رأيي. لحظات خاصة نعيشها في ملعب المباراة، لحظات في منصة التتويج، حلم اللقب، الجماهير السعيدة برفع قائدها لكأس البطولة، تتمنى لو أنها ترفع الكأس معه. لحظات ستبقى خالدة في أذهان عشاق النادي ومحبي الفريق. الفريق يلتقط صورة تاريخية وتذكارية مع البطولة، صورة ستظل في الذاكرة لسنوات، صورة ستتناقلها الأجيال، سيتحدث عنها اللاعبون والأسماء والنجوم، لقطة ستبقى في تاريخ لاعبي الفريق وجماهيره. إيدينسون كافاني يتقدم.